الاستاذ حسام المندوه عضو مجلس اداره نادي الزمالك ورئيس البعثه، والف مبروك للزمالك. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا كابتن سيف، اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ كله زي الفل الحمد لله رب العالمين، كله زي الفل. الف الف مبروك واداء رائع النهارده للزمالك. الحمد لله رب العالمين. طبعا هو يعني ممكن نقول اداء رائع بالنسبه ان هو الماتش الاول، بالنسبه للبرده بتلعب بره لسه الفورمه برده، يعني انا متخيل ان شاء الله بالوقت كده واحنا داخلين اكتر واكتر في البطوله هتلاقي برده البرفورمانس احسن من كده كمان، ولكن ما فيش شك ان الفوز النهارده فوز مهم جدا. يمكن شايفين ان احنا تقريبا الزمالك هو يعني الحمد لله رب العالمين الفرقه اللي قدرت تحقق مكسب النهارده خارج ارضها، فاداء كويس. ببارك للعيبه وببارك للجهاز الفني وببارك للجماهير بقى، كل جماهير الزمالك. الحقيقه يا فندم انا ببارك لحضراتكم والمجلس الاداره وببارك للعيبه على الاداء الرجولي، ان ما عادش في الزمالك في حاجه اسمها ظروف، يعني ما عادش في القيد عندنا مشكله بنعدي بظروف عندنا ازمه ماليه، لا الفرقه النهارده حضرتك تشوفها ملاش اي علاقه باي مواضيع، لعيبه مركزه، لعيبه رجاله، لعيبه عايزه تكسب، التزام، شكل الحقيقه رائع. صحيح. وحتى الماتش يعني لما نشوف السيناريو بتاع الماتش احنا كان المفروض حقيقي يعني نسجل جولين ثلاثه كمان يعني لولا بس الحظ يعني، ولكن الحمد لله لكل مجتهد نصيب يا كابتن سيف يعني، فالحمد لله رب العالمين. طبعا طمنا يا فندم على المساحات، يعني سمعنا ان كان في بعض الاصابات ثم سمعنا النهارده عينات سلبيه، الموقف ايه؟ لا الحمد لله احنا كل العينات اللي اتعملت سلبيه، وبرضو احنا عشان نطمن اكتر على اللاعبين بكره ان شاء الله اول ما هننزل برضو القاهره برضو هنعمل مساحات تاني، واذا في اي حاجه نتعامل معاها، لكن ان شاء الله الحمد لله احنا اطمننا على كل اللعيبه وكل الجهاز كل البعثه يعني الحمد لله كله كويس. لا يوجد يا فندم حالات سلبيه، ايجابيه. انا لا يوجد حالات ايجابيه، انا اسف انا اسف. يوجد حالات حضرتك سلبية. حضرتك والكنترول كله ام بيصلح لي تمام. لا اصل فاهم احنا ايه هنا بنعد الايام يعني عشان نرجع كويسين، فهو لا الحمد لله يوجد 45 فرد في البعثه سلبيين لاول مره، السلبيه تبقى حاجه كويسه طبعا. الحمد لله الحمد لله يا رب. الحمد لله فندم. يعني هل هناك مكافآت يعني لهذا اللقاء فوريه؟ هو طبعا في ما هو يتبع اللائحه دي طبعا هتصرف، دي حاجه في اللائحه، وحاجات بقى تانية انا مش عايز اقول عليها مكافاه ولا بس كلمه يعني حاجه بسيطه خالص كده بنقول للعيبه شكرا بيها، دي حاجه خاصه بي انا. ولكن يعني في حاجات من حضرتك طلعت بالفعل. يعني بس دي يعني بنقول شكرا للاعبين بس، مش عايز اكبر الموضوع واقول مكافآت من الجيب الخاص والكلام الكبير قوي ده، لكن احنا بنقول للعيبه شكرا على المجهود اللي عملتوه، وشكرا على فعلا التحدي اللي دايما حاطين نفسكم فيه وضد اي ظروف مهما كانت، زي الكلام اللي حضرتك قلته بالظبط يعني. بصراحه يا فندم اللعيبه يستاهلوا بصراحه. الحمد لله. ما هو ده يا كابتن سيف يعني بقول ايه، ده حتى كنت بتكلم قبل اللقاء يعني قلت لهم انا مش عارف اقول لكم ازاي تكسبوا، انتوا تستحضروا روح البطل، انتوا دائما في هذه الروح دائما استحضروها بس، وانتوا ان شاء الله ربنا هيكرمكم. فالحمد لله والله هم عاملين حقيقي مجهود جبار، والجهاز الفني برضه حقيقي مستر كارتيرون عامل مجهود محترم جدا، الجهاز الطبي نفس الكلام يعني. انا يعني طبعا احنا ما كناش بنحتك وانا في القاهره مش شايف السيناريو اليومي بالطريقه دي، لكن حقيقي اليوم كله شغل يا كابتن سيف، اليوم كله يعني بامانه بصراحه. فندم بصراحه قاعدين بنسمع عن مشاكل ماديه للفريق، مشاكل ماديه، المشهد اللي شفناه النهارده وفي المعسكر وروح الفريق واللعيبه وروحهم وابتساماتهم ما تدلش خالص ما شاء الله على كده يعني. لا الحمد لله. هو طبعا ده برضه خبره لاعبين يا كابتن سيف ومسؤوليه، وانا بقول دايما البطل لازم يكون مسؤول، فهم ما شاء الله عليهم كلهم حقيقي يعني. ولكن عايز اقول لك يا كابتن سيف على لما انا بشوف من دلوقتي بيتحضر احنا مسافرين بكره ان شاء الله، بيتحضر الفطار بتاع اللعيبه، فالدكتور مع الشيف شغالين من دلوقتي يظبطوا الدنيا، نخلص دوت نخش في حاجه ثانيه، باستمرار الجهاز الطبي شغال، باستمرار الجهاز الفني شغال في الاطالات وفي التعليمات يعني حقيقي يعني الفتره كلها استخدمت واستهلكت في المباراه بتاعت النهارده فقط، اللعيبه ما خرجوش بره الفندق خالص غير للملعب، من الملعب يرجعوا ثاني يعني. ف يعني حقيقي حاسس في اجتهاد وفي جد
وفي تعب، فالحمد لله رب العالمين على برضو على المكافأة بتاعة المجتهد. يعني بعض الناس يا فندم قالوا ان غياب اي المدرب العام مصري او غياب مدرب مصري في الجهاز ممكن يعمل مشكلة، ما شفناش ده برضو، هل حضرتك وانت قريب منهم حسيت بايه؟ والله انا الفترة دي ما حسيتش ان في اي قصور خالص، والنتيجة النهاردة كده النتيجة العادلة النهاردة ان احنا مثلا 3-0 ولا حاجة، يعني بتاع الكرة اللي جت في العرضة دي والكرة اللي مش عارف هي اوف سايت ولا شكلها عامل ازاي دي، يعني انا شايف الكلام ده في الاخر بيقول لي ان الدنيا مستقرة كويس. يعني هو يمكن ده مجهود على المدير الفني اكتر، ولكن الدنيا مستقرة الى ان برضو ان يعني ممكن يكون في لقاء قريب برضو تاني مع الكابتن مع مستر كارتيرون ونشوف احتياجاته ايه. لكن انا حتى حقيقي يعني النهارده بتكلم معاه كده بقول له يعني على المجهود ده كله وداوت اسيستنت من غير المساعدين وكده، فيعني الراجل ابدا ليه ان هو مرتاح بهذا الشكل. يعني بعض المواقع فندم كاتبه او بعض يعني قريت بعض الحديث النهارده ان كارتيرون قعد مع حضرتك وقال لحضرتك ان ما عندوش مشاكل ان اسامه نبيه يرجع والقرار بتاعكم، فهل الكلام ده مظبوط يا فندم؟ لا ما اتكلمناش خالص في الموضوع ده يا كابتن. تمام، حضرتك ما يعني حقيقة ما تكلمش الموضوع ده نهائي يعني. تمام، هل الموضوع ده يا فندم اتقفل خلاص والراجل قفل الجهاز على كده وابتدى يشتغل على هذا الأساس؟ يمكن يعني لحين التاريخ اللي احنا فيه دوت الموضوع فيه استقرار أكتر بالطريقة دي، ولكن احنا بقى داخلين على الدوري وداخلين على الدنيا دي، فيعني برضو هنعيد برضو اللقاء معاه تاني ده في القاهره بقى ان شاء الله كمجلس اداره والكابتن حسين لبيب، بحيث برضو يعني نشوف برضو اذا في احتياج لوجود مساعد، فطبعا مش هنمنع ابدا وده المفروض يكون موجود. لكن انا بقول لحضرتك لما اتكلمت معاه النهارده كده من باب يعني بعد الماتش بقول يعني المجهود واضح جدا وانت لوحدك وكده، فقال لي انا يعني عرب لي عن ارتياحه كده اكتر. تمام، يعني هو مرتاح اكتر كده. يعني ده اللي حسيته من كلامه، ان هو يعني ما عندوش مشكله خالص في ان الوضع يستمر على كده، وفي نفس الوقت يعني ما معنى كلامه انه بحقق نتيجه هي ايجابيه في ظروف ممكن برضو تكون صعبه شويه. النهارده برضو الملعب على فكره كابتن سيف ملعب مش حلو خالص، يعني ملعب فيه مطبات كتيره، ولكن زي ما قلت شويه انا سامعك في المقدمه يعني قبل ما ندخل معاك ان بتقول لي يجب ان احنا ما نقفش عند اي اعذار او ظروف ونتغلب عليها، بس حقيقي الملعب النهارده ما كانش على ما يرام. بشكرك يا دكتور واتمنى لك ان شاء الله باذن الله كل التوفيق مع الزمالك والف مبروك، والحقيقه مكسب مهم في توقيت مهم جدا لين الزمالك، وترجعوا بالف سلامه ان شاء الله. اشكرك كابتن سيف، كتر خيرك، شكرا جزيلا. اشكرك شكرا جزيلا دكتور حسام مندوع عضو مجلس اداره نادي الزمالك. بنقف عند النقط الايجابيه كتير، يعني الزمالك في ازمات ماديه وامور تجديد اللاعبين، ولكن قادر ان هو يفصل تماما، مفيش حديث تماما، لعيبته بتكسب، لعيبته مركزه، عشان كده